أهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. إن أسماء الشخصيات مستوحاة من تعليقاتكم. آه أنا كتير مريضة والدكاترة ما لقوا لي علاج. هي بنات أنا شكلي رح أموت وبدي أموت وأنا مطمنة عليكم. لا تقولي هيك يا ماما، بعيد الشر عنك. بانا حبيبتي أنا بوصيك على أختك الصغيرة جود، اهتمي فيها وكوني حنونة عليها. ماما لا أرجوكي ماما، أنا ما بدي إياكي تموتي، لا تقولي هيك. أنا آسفة يا جود بس مش بإيدي، وأنا واثقة من بانا إنها رح تهتم فيكي. ماما لا. بعد مرور شهر، يلا يا جود حبيبتي بدي أغسلك الفواكه عشان تاكليهم قبل ما تروحي على المدرسة. لازم تاكلي فواكه. دقيقة خليني أغسل التفاحة كتير منيح. خلص يا بانا كتير غسلتيها. لا لازم كمان تاكلي أشياء صحية، ماما الله يرحمها وصتني عليكي، ولازم أهتم بأكلك. هاي الموزة خليني أغسلك إياها. بانا ليش عم تغسلي الموزة؟ الموزة بتتقشر وبنرمي قشرتها بزبالة. حتى ولو، كل إشي لازم يكون مغسول ونظيف عشان ما تمرضي. يلا هاي غسلت لك إياها. بانا كأنك كتير عم تزوديها. شو أزودها؟ لا طبعا أنت صغيرة ولازم أهتم فيكي. يلا بسرعة بدي أروح على الشغل، رح أتأخر. تعالي يلا. طيب. يا الله ما بدي أتأخر. ما تخافي ما رح نتأخر. يلا بسرعة بدي أجهز السيارة. أوكي. صباح الخير. لسه الشمس ما طلعت بس هلأ شوي بتطلع. حبيت أقدم لك هذا الورد. ما بدي شكرا، أنا مشغولة بدي أروح على الشغل. ليه ما أخذتي الورد؟ شكله كتير حلو. هدول تعون الورد انتبهي منهم. سامعة يا جود؟ ليه؟ كل جرائم القتل عنا في مركز الشرطة بسبب الورد، أنت لسه صغيرة وما بتفهمي. هدول بالذات تعون الورد هم أكتر الناس أشرار ومجرمين. غريبة النظرية هاي. أصلا ما بتعرفي ليش الورد لونه أحمر؟ ليه؟ عشان لون الدم. عكل خلص انت صغيرة ما بدي اعقدك، يلا روحي على المدرسة. اوكي. مع انه في ورد لونه اصفر وبنفسجي بس خلص ما رح تقتنع بانا ابدا. واخيرا وصلت المدرسة. جود صباح الخير. صباح الخير سالي. شو مالك يا جود؟ ليش شكلك زعلانة؟ بصراحة مشتاقة لماما كتير، الحياة مو حلوة بدونها، وكمان بانا كتير بتخاف علي، كل اشي بتغسله وما بتخليني أضل برا البيت وطول الوقت خايفة علي. ماما ما كانت هيك، كنت كتير أتسلى مع ماما، وكمان بانا شغلها كتير طويل في قسم الشرطة، تقريبا هي طول اليوم في الشغل وأنا طول اليوم لحالي. تعرفي يا جود إحنا في عنا كتاب قديم بالبيت، هذا الكتاب فيه وصفات سحرية، ومن ضمن الوصفات وصفة تقدري تحكي فيها مع الناس الميتين، بس لازم نروح على المقبرة محل قبر أمك وناخد الكتاب ونحكي التعويذة السحرية، ويمكن أمك تطلع لك وتحكي معاكي، وهيك على الأقل بتحسي حالك إنك شفتيها. أنا ما بعرف إذا هذا الكتاب حقيقي أو لا، بس مو غلط إن نجرب، لأنه هاي الطريقة الوحيدة إنك تشوفي أمك وتحكي معاها. شو؟ كتاب سحري؟ بس ما بعرف، أنا ما بآمن بهاي الأشياء. بعرف ولا حتى أنا، بس مو غلط نجرب، بركي أمك سمعتك أو يمكن تعطيكي إشارة أو إشي. خلينا نروح ونجرب ما بنخسر إشي. فعلا معاكي حق. اسمعي اليوم بانا رح تتأخر كتير بالليل في قسم الشرطة، رح أطلع من البيت وهي ما رح تعرف إني طلعت، وبلاقيكي عند المقبرة. أوكي تمام. في المساء. هذا هو قبر ماما، أنا خايفة. لا تخافي أنا جبت الكتاب، يلا خلينا نقرأه. هاي هي الصفحة اللي فيها كيف بنقدر نحكي مع الميتين. اسمعي أنتي اللي لازم تقرأيه لأنه أنتي اللي أمك ميتة مو أنا. بس أنا خايفة كتير. لا تخافي، هذا السطر الثالث، امسكي الكتاب وقرأيه، يمكن أمك تطلع لك وتحكي معاكي. طيب. يا ميتين قوموا، قلبي كتير حزين،
ما بدي شي غير أعرف انتو وين، ولو كلمتين. هاي قرأتها، ما صار اشي. كيف هيك الجو قلب بسرعة؟ يا الله، ليش نزل المطر؟ ما بعرف، بس شكل التعويذة اشتغلت. يا ربي، يمكن هلأ أمك تطلع لك. احكي معاها. ماما أنا جود. ماما بس بدي أحكي لك إني اشتقت لك. ماما أرجوكي. شو هذا الصوت؟ سالي ساعديني، في إشي ماسكني. مين اللي صحاني من نومي؟ ياي بنات الصغار، وين رحتي؟ تعالي لسه بدنا نلعب. شو مالها البنت الهبلة هربت؟ وانتي يا حلوة، عم تفتشي على أمك؟ بس للأسف أنا مو أمك، بس ممكن أكون كتير أحسن من أمك. رح أتبناكي. أرجوكي سيبيني، أنا أسفة إني صحيتك. أسيبك؟ بالعكس، أنا مش زعلانة منك، أنا مبسوطة كتير إنك صحيتيني. أنا صار لي أكتر من 10 ملايين سنة مو آكلة، وهلأ بدي آكلك. شغل، تعرفي شغل الشرطة، ما بقدر أضل في البيت. بس أنتي ارتاحي في البيت، ما تروحي على المدرسة، وإذا احتجتي أي إشي اتصلي فيي. طيب، مع السلامة. مع السلامة. يا ربي، راسي وبطني بوجعوني كتير، مش عارفة اللي صار مبارح حقيقة ولا حلم، بس كنت حساكة إنه حقيقي. بس كتير بطني بوجعني، ما قادرة أتحمل، بدي أروح الحمام. يا ربي، شو صار لي؟ يمكن أخذت برد من كتر المطر اللي نزل على راسي، ما بعرف كيف نمت هناك عند المقبرة. بدي أستفرغ. بدي أعمل لونه كمان. يا ربي، شو هذا العرف؟ خليني أروح أنام، أحس بتعب كأنه في حدا جايب شاكوش وبخبط علي كلي. كتير تعبانة. يا الله، حاسة بدوخة. وين غرفتي؟ وين سريري؟ مو قادرة أمشي. وأخيرا السرير. بدي أنام، ما بدي أي حدا يصحيني. بعد مرور 4 ساعات، حاسة بإشي غريب. يا الله، كتير جوعانة، بدي أكل. شو هاد؟ ليش هيك لوني أخضر؟ شو صار لي؟ يا ربي، ليش هيك؟ معقول أنا مريضة؟ مش عارفة شو مالي، بس أنا جوعانة كتير. بدي أكل. بنتي حبيبتي، ما أحلاكي. أنتي؟ أنا جوعانة، بدي أكل. طيب يلا اطلعي على المدينة وكلي كل الناس اللي نفسك فيهم. شوفي هاي البنت ما أزكاها. فعلا شكلها زاكي. وين راحت؟ انا جوعانة كتير، والبني ادمين شكلهم كتير زاكي. شو هاد؟ يا برجر، ما بحب هاي الاشياء. بدي افتش على ناس اكلهم، يا رب الاقي حدا دبتوب. وينكم؟ بدي اكل. حاسة حالي الي 1000 سنة مو اكلة. حاسة حالي كتير قوية وسريعة كمان.
يلا يا بنتي انطلقي وكلي كل اللي نفسك فيه. شو مبسوطة؟ مبسوطة كتير وجوعانة كتير. يا علبة شكلها ضخمة، خليني أكلها. شو هذا الاشي المعرف؟ اي بيتي عني. وشو هاد؟ ليش شكله هناك زهري؟ بلاش أكله، شكله مش ما بعرف، مش هبل أكل اشي زهري، ممكن أكل الحصان تاعه. شو هاد؟ شو معك يا عصيات؟ يا سلام أحلى الأكل. شوت هاي انتي؟ ما أقول يا ربي ما حدا يشوفها. انتي هي الزومبي اللي كل الشرطة طالعين يحاولوا يمسكوها. بانا جود، انا لازم اخبيكي بسرعة، كلهم بيحاولوا يمسكوكي وراح يطخوكي. شو صار معك يا جود؟ انا اخذت كتاب سحري ورحت على المقبرة عشان احكي مع ماما، بس ماما ما طلعت لي، طلع لي اشي تاني وعطني، وانا هلا حاسة اني انا بدي اكل الناس، ما بعرف ليه ومو عارفة اسيطر على حالي. ارجوكي بانا ساعديني، حاسة اني بدي اكل الناس. لازم اخذك واخبيكي، لو الشرطة شافوكي رح يموتوكي، ولو ضليتي بالشارع رح تاكلي الناس. لازم بسرعة اخبيكي في مكان والاقي لك علاج او الاقي لك حل. يا ربي يا جود، لازم تروحي على المقبرة يعني من وراي. انا اسفة بس انا جوعانة وخايفة اكلك. لا شو تاكليني، باكلك انا. يلا يا ربي مش قادرة اركز. يا شرطية استني ارجوكي. وشو هذا السهري كمان اللي لحقنا؟ اي يا ربي ما ركزت في الطريق، ده قصدي هو ولا جود. انزلي يا جود بالسيارة بسرعة. انا جوعانة بدي اكل. انت شو بدك منا؟ انا عالم وبعمل تجارب على المخلوقات الغريبة، وانتي معاكي مخلوق غريب، خليني اخذه وافحصه. لا هذا مش مخلوق غريب، هاي اختي، وبعدين بكفي انك عامل تجارب على حالك. شوف كيف لونك، ابعد عن اختي وخليني اروح، ما بدي اي تجارب. جود بسرعة البيت يلا. طيب انا جوعانة، بسرعة اقربي. انا بدي هذا المخلوق، كتير غريب، انا بدي اياه، انا مش عارفة كيف عملتيه اصلا. يا جود اركضي. بانا وينك؟ بانا عم بلحقني، بانا عم برقص رقصة كتير غريبة، بانا ارجوكي ساعديني. ماله يلا شو هدا، شوف وجهه. اجرب اكله، كتير جوعانة. لا بخوف، لو اموت من الجوع ما رح اكلك. يما ليش هيك وجهه؟ هاي اي تجربة عملت لك هيك؟ انا لازم اخدك. ما بدي يا بانا، وراتي بانا. هيني يلا لسه بيلحقنا، لازم اطخه. ابعد عنا، خلينا نروح على البيت. بانا شو هاد؟ ما بعرف، مجنون اكتر منك شكله. انا مش مجنونة، انا زومبي، ما بعرف اللي هو. يا رب يركب الحصان بسرعة، خليني اطخه. بانا رح تطخيني انا. انتي زومبي، المفروض انك ما بتموتي. ابعد عني، ابعد سيبنا في حالنا. سيبنا بانا، انا يمكن بموت، انا هاي اول مرة اكون زومبي. تموتي ما تموتيش، المهم اخلص من هذا الزهري المرعب. سيبنا في حالنا، بدنا نروح على البيت. ايش هذا؟ ركب موتورسيكل كمان. يا ربي وين البيت، وين البيت؟ ابعد. شكله راح. بانا انتي متأكدة بدك تنقذيني ولا بدك تطخيني؟ يعني لو بدي اطخك بوديكي هالسجن، هم بيطخوكي طبعا، بدي انقذك. انا كنت بحاول اخلص من المخلوق الزهري هاد. واخيرا وصلنا البيت، يلا روحي فوتي البيت بسرعة. اسمعي يا جود، انا اسفه بس انا مضطره اني احبسك بغرفتك، لانه انت خطيره، وانا خايفه انك تعطي اي حد. بس انا جوعانه. معلش تحملي شوي بس قبل ما اشوف حل لهاي المصيبه اللي احنا فيها. ادخلي يا جود على هاي الغرفه وما تطلعي منها، رح اسكر الباب. طيب بس شو هتعملي؟ مش عارفه، هشوف حل. خليكي هون، المهم ما تطلعي ابدا. طيب. بعد مرور 3 ساعات،
وأخيرا لقيت إشي. هاي كأنها بتعمل السحر. هو الإشي مو منطقي، بس جود عم تحكي إنه كان معها كتاب سحري وراحت على المقبرة وطلع لها مخلوق غريب وعضها، يبقى أكيد الإشي إله علاقة بالسحر أو الشعوذة. عشان هيك أنا رح أضطر إني أروح عند هاي المشعوذة، مع إني أنا ما بصدق بهاي الأشياء أبدا، بس خلص رح أخذ جود عندها، يمكن تعرف شو اللي صار مع جود وتحاول تساعدها. جود، هذا هو بيت الساحرة اللي لقيتها على الإنترنت. يلا أنا خايفة ساحرة وبالإنترنت كمان. لو سمحتي أنا الشرطية اللي تواصلت معك بخصوص أختي الزومبية. أهلا أهلا. أوه يا الله، زومبي حقيقية، ما تخيلت هيك. أنت إيش هتعملي؟ تعالي فوق لازم أساعدك، شكله في كائن غريب هو سيطر عليكي. فعلا في وحشة عضتني. طيب تعالي معي عشان أحاول أخلي هذا الكائن يتخلص من السيطرة عليكي. أنا رح أخدها فوق، بس أنا خايفة على أختي كتير. لا تخافي، بإذن الله حقدر أساعدها. خلينا نروح فوق على الغرفة عشان أبدأ أحكي التعويذات السحرية عشان نتخلص من هذا الكائن. شو أعمل هلأ؟ نامي على السرير. أنا هلأ رح أبدأ بقراءة الوصفات السحرية عشان نعرف شو هو المخلوق اللي مسيطر عليها، بس يا حضرة الشرطية أنتي لازم تستني برا، ما بصير أي حدا يكون بالغرفة. طيب يلا، مستعدة؟ مستعدة وخايفة. رح أبدأ. باسيقا كوريستاري سينتا بريستا بمباري قرقروش قسخروش في القروش تنتروش. يا ربي، شكله الوصفة زبطت. مين اللي ناداني؟ مين يتجرأ ويناديني؟ ساحرة فاشلة، شو بدك من بنتي؟ أنا بأمرك إنك تفكي سيطرتك. أنا هاي البنت فورا. تأمريني كمان؟ أنت رح تشوفي. خدي. لا تخافي يا بنتي، ما في ولا حدا رح يقدر يفرق بيننا أبدا. هاي مو بنتك ولا بعمرك رح تكوني أمها. ماما؟ أنتي مين؟ أنا أم جود وبانا، جود المسكينة اللي أنتي استغليتي حزنها وسيطرتي عليها، وهلأ هاي المسخرة رح تنتهي، وبأمرك فورا أنك تسيبي بنتي. خدي. عيني. بسرعة احكي الوصفة السحرية بسرعة. سنتري بنتري بنترا روح من هون بسرعة. اسكتي اسكتي. سنتري بنتري بنترا اطلعي برا. اختفت، الحمد لله زبطت. الحمد لله. شو هاي الاصوات؟ شو هاد؟ مين هاي؟ هاي انا امكم يا بنات، كيف حالكم؟ اشتقت لكم كتير. ماما أنا كتير أسفة لأني ما قدرت أهتم بجود، حاولت كتير إني أهتم فيها بس هي تحولت لزومبي، سامحيني يا ماما. بانا شو هذا الكلام؟ أنتي أحسن أختي كبيرة في العالم، وأنتي كتير اهتميتي فيها وأنا فخورة فيكي. وجود يا حبيبتي، مو معنى إني أنا ميتة أو ما بتقدري تشوفيني إنه ما في إلك أم. أنا أمك ورح أضل دايماً أمك حتى لو ما بتقدري تشوفيني، أنا دايماً حاسة فيكي وبوجودك، وأنا بحبك كتير يا جود. وأنا كمان بحبك يا ماما، أنت كتير صايرة حلوة، وأنا نفسي لو بقدر أشوفك دايماً. للأسف ما بنقدر نشوف بعض دايماً لأني ميتة وهي هيك الحياة، بس أنا دايماً معاكم بقلبي، وأنا بحبكم كتير، وتذكروا إنه دايماً إلكم أم. أنا هلأ لازم أروح يا بنات. ماما. هي خسارة، ماما راحت. معلش يا جود، إحنا للأسف أمنا ميتة، بس هذا لا يعني إنه ما إلنا أم. أمنا دايماً موجودة وهي حاسة فينا، وأنا رح أهتم فيكي وحكون أحسن من أول. بعد مرور شهر أنا أخذت إجازة عشان أطلع وأتفسح أنا وياكي، وما تكون الحياة كلها شغل وتعب. شو رأيك يا جود، مبسوطة؟ شكراً كتير يا بانا، أنتي أحسن أخت في العالم، وأنا دايماً حاسة إنه ماما معي ومو حاسة بالوحدة أبداً، حتى أنا صرت حاسة إنها دايماً موجودة معانا.
النهاية بتمنى يكون الفيلم عجبكم، إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة، وأشوفكم فيديو تاني. باي باي.